D'abord, il faut 0. Nouveau. Nous avons client 2. Avenue. C'est bon, terminé, détail, vas-y une photo à Shrala Fidrhem, spray, vas-y le juge, l'écran, vas-y le moment, voilà, donc imprimante, on a eu la 4400, on a eu 7000. Terminé, facture, je la page, affiché, et d'un acquis d'un adic en cover, mais on a cher à la fin de l'hem, on dirait calculer, à cher à la fin, donc à ta nord, à cher à la fin de l'obaf, et d'un gestion à deux arcs en moment, et que d'où mon home, radin chez toi, bien sûr, à cher à la fin, ou c'est bien mia, on droba, c'est la seule, c'est comme ça, on droba comme ça, c'est ma lia, on y a, il 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 y a, السلام عليكم ورحمة الله. إذا الإخوان خلينا نحاول إن شاء الله نبدأ واحد تمرين جديد. التمرين الهدف منه هو نصوبوا واحد لابتيت تطبيقاسيون خاصة بالفاكتوراسيون. أول حاجة غادي نبداو نأجوتيو هادوك لي فورم اللي غادي نحتاجو، غادي نبداو بالإم تي إف فورم، ثم نزيدو لي فورم اللي غادي يكونوا مع الإم تي إف فورم اللي هما ثلاثة، بالإضافة للإم تي إف فورم هي أربعة. غادي أول حاجة غادي نسجلو بروجي، إذا أول حاجة كندير دائما هي كان انغوجيستري لو بروجي ديالي نسميو فاكتوراسيون فاكتوراسيون هاب. اذا لا فورم 3 غادي نديرو فيها نورمالمون لا فاكتور، لا فورم 2 غادي نديرو فيها ديتاي، والام تي اي غادي يكون هو المنيو، ولا فورم 1 غادي نديرو فيها لي زانفو ديال لو كليان. بروجي نسميو فاكتوراسيون. اذا حنا سجلنا لو بروجي ديالنا، لي فورم هما في اقصى الجانب. اول حاجه هاد لي فورم باش يكونوا تابعين لا فورم 1 الام تي اي خصنا نديرو لهم تشايلد، كنتذكر بهاد المساله هادي الام تي اي تشايلد نسميو لا فورم 1. لاحظوا لي كون قبل ما ندير ليها تشايلد، ومن بعد فاش كندير لها تشايلد ديما لاحظوا لي زيكون قبل وبعد. داكو نرجعو للام تي اي. هاد المره غادي نستعمل سيفو فولي الطولبار، نفكركم شي شويه في الطولبار كنا خدمناه، ممكن ترجعوا لا فيديو اللي فيها الشرح ديال الطولبار. الطولبار هو هذا، غادي نمشيو لي بروبريتي ديالو. هاد المرة غادي نخدم انا غير لي بوطون فيهم الاسماء، ما غاديش ندير فيهم الصور، كنا درنا الصور المرة اللي فات. اذا الكابشن غادي نديرو هنايا، اول حاجة غادي نبداو بها هي ندير لي زانفورماسيون كليون، لي كليون ونديرو هنايا سائل تي مينيسكول. داكوغ، تو موان دوزون كريو اون دوزيام بوطون، نديرو في هداك لدوزيام بوطون ديتاي، نكتبو هنا ديتاي، ندير ديت سافو دير ديتاي، في الكي ديما الكي كنكتبوه، ثم عندنا فاكتور، نديرو فاكت باش نعقل عليها. إذن هادو هما لي بوطون لي غادي نحتاج بوغ لانستون، ونقدر نصاوب شي واحد آخر ندير فيه فوالا كيتي. نديرو أبليكي اوكي. اذا دوبل كليك وغادي نمشيو ناخذ هذا الفاريابل ونجيو نقول له هنايا
select case بحال سي بحال النائف select case بوتون بوان كي نجيبو الى كان الكي هو مثلا البوتون الاول اللي بدينا به باش نتذكروا البوتون الاول هو كليون شنو هو الكي ديال هذا كليون باش نعاود نذكركم شو البوتون وندخلوا كي ديال هذا كليون كي هو سي ال تي اذا خصنا نقولوا ليه هنا الى كان هذا البوتون الكي ديالو هو سي ال تي اش كنقصدوا تنقول ليه فاش نكليكيو على شي بوتون ديال الطولبار ماشي تنكليكيو على الطولبار لاحظوا بان الطولبار بوتون كليك ماشي الطولبار كليك ما كنكليكيوش على الطولبار كنكليكيو على شي بوتون في الطولبار هذاك البوتون اللي كنكليكيو عليه في الطولبار اوتوماتيكمون فاش كنكليكيو عليه لورديناتور شنو كيدير كياخذ هذاك الكي ديال هذاك البوتون اللي كليكين عليه مثلا سي ال تي ولا كيت ولا فاكت على حسب حنا سمينا الكي البوتون اللي كليكين عليه كياخذ الكي ديالو كيسجلو في هذا هاد الفاريابل هادي داكشي علاش حنا كنقول ليه الا كان البوتون بوان كي هو سي ال تي يعني هاد البوتون بوان كي مسجل فيه هاد الكلمه تيعني راه هي علاش كليكين علينا اوتوماتيكمون فاش تنكليكيو على شي بوتون في الطولبار كيهز الكي ديال هذاك البوتون الكي ديالو حنا بحال شرحنا الكي كي هو هذا كليكيو بليمان بروبريتي البوتون كنمشيو للكي بحال دابا هذا كليون هو هذا الاولاني هذا البوتون الاولاني هذا هو كليون كي ديال هو سي ال تي هذا ديال تاي هو البوتون الثاني الا كليكيت على هذا بلا سوري تياخذ هذا الكي هذا وكيسجلو في هذيك الفاريابل داكشي باش حنا كنسولوه تنقول الا كان سي ال تي يعني راه كليكي على كليون اذا غادي يمشي لا فورم ان بوان شو تو ماركيز كليون درنا ديال تاي هذا الشكل مشينا للفورم دو بوان شو ثم عندنا الى كليكينا على فاكت يجينا فورم 3.show ثم الى درنا يجينا انت ونديرو انت سيلكت سي بون مزيان نمشيو نجربو نديرو تجربة الاولى اذا نطلبوا منه باش تجي ديك لا فورم كبيره هاد الام دي اي تجي كبيره خصنا نمشيو لاقصى الاسفل لي بروبريتي ديال الام دي انا مسيليكسيون الام دي وكنقول له ويندوز ستيت تكون ماكسيميست ماكسيميست فوالا ستو هذه اذا هنا كيجيبنا لا فورم 1 هنا كيجيبنا لا فورم 2 لا فورم 3 وهنا كيكيتي اذا العمليه صحيحه اذا سالينا من الطولبار من الطولبار ومن الام دي اي فورم بقات لينا هاد الام دي اي الا حنا بغينا نديرو ليها شارير بلون غادي نمشيو للبيكتشر هنايا بيكتشر وانا داك نقلبو على نقلبو على شي فون معندناش هنايا غادي نحاول نقلب شي دوسي اخر كاين هذا فرنس مثلا اختاروا هذا باغ اكزومبل شنو نديماريو ولقاو هذا هو الرمز ديالو الفورم الصوره شي شويه صغيره داكشي علاش جاتنا هكداك نقدروا نشونجيو هذيك الصوره لانها صغيره شي شويه استعملوا هذه ونجربوا شوفوا وعلى طاي جات صغيره الصور لطاي ديالهم صغيره لذلك كنحاول نقلب على صور اللي تكون كونفينابل صغيرة حتى هي فوالا هادي مزيانة إذن هادي جات مزيانة من خلال قلنا لا بروبريتي بيكتشر نمشيو لا فورم أن هاديك لا فورم أن غادي نعطيو هاد الشكل نرسمو فيها واحد إتيكات هذيك ليتيكيت غادي نسميوها كليون نديرو ليها لوتو سايز الباك سي ترونسبارونت ونمشيو للفون ديالها باش تكون واضحة لينا فوالا لي كليون نجيبوها هنا فوالا هادو هما لي كليون ونسجلو هادشي
نقدروا نعاودوا نكوبيو عليها نقوليو باش نقوليو عليها نسخنوها شي شويه 18 هنا ونديرو هنايا كود كليون نجيبو فاس مع واحد لا زون دو تكست حتى هي نختارو لها لو فون ديالها فونت يعني الخط نمشيو ل ابارونس نديرها غير هادية فوالا دونك لا زون دو تكست مزيانة هي هاديك نمشيو لفيديو لا زون دو تكست داكوغ دونك سي بون دونك لو كود نديرو هنايا Maintenant, quand tu donnes le nom du prénom, on a copié la page de l'autre côté de la zone. C'est bon, donc il y a le code 0 adresse. مختصرة بس ثم تليفون إذن هذا بالنسبة لي زون دو تكست نقدروا نستعملوا هاد لي زون دو تكست بكوبي كولي نديرو نو أو بيان نقدروا نخليوهم كل واحد السمية ديالو ولكن اليوم غادي نحاول نكري ان جروب دو كونترول كوبي باش نديرو هنا نديرو وي لازم التكست نديرو ليها وي نمشيو ليو بحال بحال إذا هاد التكست الأولى سميتها تكست أن زيرو ها هي فين كتبان لا سوري حداها كاين تكست أن زيرو وهادي غادي تكون تكست أن أن مبقاش كيسولنا لأن حنا طلبنا جروب دو كونترول إذن هذا بالنسبة لي ليزيتيكات ديالنا سي بون غادي نسجلو ديما حنا خدامين كنسجلو من بعد غادي خصنا ان بوتون لي يطلب لينا باش نسيزيو لي زانفورماسيون وهذا غادي نكتبو فيه نوفو يعني جديد و ان اوتر بوتون جو في تيرميني باغ اكزومبل اذا هذا باش نكليكي عليه غادي يطلع انبوت بوكس نسيزي هاد لي زانفورماسيون كامل نورمالمون ولكن خصهم يتسجلوا ولكن باقي غادي نحتاجو نريكوبيريهم في هاد لا فورم هادي وبالتالي بغي خصنا واحد الموديول فين نصاوبو لي فاريابل ولا لي طابلو لي غادي نحتاجو اذا هنا غادي نديرو بوبليك ونسميوه سي ال تي افيك افيك بي على فان ولا افيك اس على فان لي كليون قبل ما نديرو اس خصو يكون طابلو غادي نديرو فيه 3 لان 4 المعلومات نديرو سترينغ نرجعو دابا لهنايا ندخلو هاد الفاريابل لي كنحتاجو في لابوكل فور اي كتساوي صفر تو تخوا اش غادي يدير ندير هنايا نيكست اي باش منساوهاش نجيو هنا ونطلبو منو الكليون لي هي لافاريابل دو اي reçoit input box
nous irons entrer les infos du client, s'il vous plaît. On dira texte 1. Et la prochaine, c'est le mot de i. Point texte. داكشي اللي مشى تسجل في الطابلو يعاود يبان حتى في لي زون دو تيكست سي بون دونك حتى لهنا مزيان تيرميني هي هاد لا فورم اللي حنا فيها لا فورم 1 بوان هايد اختفي هذيك لا فورم 1 اذا سالينا لا فورم 1 ثم غادي نحتاجو Je vais vous montrer la forme de Tania, les détails, et je vais vous faire les informations de la facture de les clients. Voilà, donc je vais vous faire un client, et je vais vous faire un détail. Détail. Je vais vous faire un détail. Je vais vous faire l'étiquette. هذيك ليتيكيت غادي نديرو فيها هنايا لو بري يونيتير نجيبو فوق لا زون بونسوار ما نحتاجوش لا زون كبيرة بزاف والكتابة واللينيومون ديالها هنايا حيت هما أرقام خصهم يكونو كيبانو في الجهة ديال ليمن ليمن الكتابة خصها تمشي ليمن ديال لا زون بري يونيتير واش دازو هنا بحال بحال ولا لا غادي نكليكي هنا ها هو داز لينا تكست 1 0 نقدرو نخليهم بهذا الشكل تكست 1 0 وهذا تكست 1 1 الى بغينا نقدرو نخليهم حنا الى بغيناهم بهذا الشكل سيرو نقدرو نشونجيوهم نقدرو نحيوهم ونعاودو نرسمو زون دو تكست جديده نعطيو احنا هذوك المعلومات اللي بغينا دونك هادي هي الفون ديالها تكون فيه 12 غرا 118 غرا هنا هادي هي لا زون دو تكست وكيما قلنا لالينيومون ديال لا زون دو تكست تكون اليني اليمن باش لو سونتر لا رايت الفون ديالها غادي نقصو شي شوية 16 داكوغ ونقصو الارتفاع ديالها إذن هادي هي لازون دو تكست الأولانية نفيديوها دابا نكوبيوها ونديرو النو هدا هو علاش حنا عاودناه هو باش نديرو هاديك النو إذن هادي هي لازون ليتيكيت ديالها دابا وهاد ليتيكيت غادي نديرو فيها لا كونتيتي لا كونتيتي ثم نديرو كوبي كولي ونعاودو نكررو هادوك لو زون دو تكست هادي ماشي لا كونتيتي نورمالمون هدا لو بري توتال هدا لو بري توتال ثم غادي نحتاجو واحد كومبو بوكس باش نختارو فيه تا هو شنو هاد لي في الفون غادي نختارو نوع البرودوي بس حنا كنهضرو على لا فاكتور ونجيبو هنايا شوازيغ برودوي سي فو فولي اذا من بعد ما رسمنا هاد الكومبو بوكس حنا يعني صوبناه وكتبنا فيه هاد العباره باش ليوتيليزاتور يعرف شنو غادي يختار من فوسطو غادي يضطر يختار ان برودوي
ثم من طبيعة الحال ما غاديش نكتفيو بهذا السطر، غادي نزيدو اسطر اخرى. كاين الحل ديال اننا نزيدو هاد الاسطر هادو، نعاودو نرسمو اسطر اخرين، اولا نكتفيو بنفس السطر ونبقاو نسيزيو فيه لي زانفورماسيون، ولكن انا كنفضل افيشال ليتيليزاتور هذاك الشيء اللي رسم. اذا رسمنا السطر الثاني، وها هو هذا نفس المعلومات. هذوك لي زيتيكيت اللي تعاودوا ترسموا ما غاديش نحتاجوهم، اذا غادي نمسحوهم بفاصي. تعاودوا لنا دي زيتيكيت ما محتاجينهمش، فقط محتاجين لي زون دو تيكست والكومب. اللهم هادو اذا السطر الثالث، انا غادي نكتفي بثلاث الاسطر باش نعطي فقط مثال. اذا هما هادو ثلاثة ديال الاسطر ديالنا اللي بغينا، طولهم واحد شوية كلهم متباعدين بنفس المسافة باش يكون ديزاين ديما يعني إليغون. سي مزيان. ثم غادي ندوزو دابا للمرحلة الأخرى اللي هي ندوزو لو كود. دونك دابا ندوزو لو كود. أول كود غادي نحتاجو هو خص هاد لي ليست يكونو عامرين. باش يكونو عامرين غادي نمشيو لشي بلاصة خاوية في لافورم ونديرو دوبل كليك ونطلبو من الكومبو هاد ايتم ونكتبو العنصر اللي بغينا. نديرو مثلا يونيتي سنترال مثلا، نديرو فيه تلاتة ديال لي برودوي، نديرو مثلا إكران، ونديرو إمبريمونت سي فوفولي، نقدرو نديرو إمبريمونت. كمثال. اذا هذا بالنسبه لليست الاولى. اذا الكومبو الثاني نقدروا نعمروه بنفس العناصر. اذا الكومبو الثاني نديرو جوج، الكومبو الثاني، الكومبو الثالث حتى هو، اذا عمرنا لي ليست كاملين. احنا عمرناهم. اذا الفورم الاولى هي واجده، الكود ديالها، لا فورم الثانية هي واجدة، ولكن مازال الكود ما كملناه. خصنا نكليكيو على هذا الكومبو ونحيدو هذيك تشانج ونقول ليه في الكليك، يعني ليفينمون ماشي هو فاش ندير شونجمون في الكومبو، فاش ندير كليك على الكومبو اشنو غادي يوقع. عندنا لا زون دو تيكست الاولى واللي حداها جوج واللي حداها ثلاثة. اذا غادي نديرو ليه سيليكت كيس، سيليكت كيس كومبو 1.listIndex. شنو هي ليست اندكس؟ هو واحد الرقم ترتيبي في الكومبو، بمعنى هذوك العناصر اللي كاينين غادي نمشيو نجربو ونديرو مثلا ديتاي باش طلع لنا ديتاي. فاش نفتح هذا هو رقم صفر وهذا هو رقم واحد وهذا رقم جوج في الترتيب. هذا ليست اندكس لورديناتور راسو كيعطي لهاد العناصر اللي كاينين في لا ليست واحد الرقم ترتيبي. هذا الرقم الاول، هذا العنصر الاول اوتوماتيكمون كيعطي رقم صفر، وهذاك صفر اش يكون؟ هو ليست اندكس ديال اونيتي سونترال. الا كتبتي شكون هو العنصر اللي ليست اندكس ديالو هو واحد غتقولي هو ليكرون، لانه هذا ليست اندكس 0، ليست اندكس 1، ليست اندكس 2. اذا ليست اندكس 1 هو ايكرون، ليست اندكس 2 هو امبريمون، ليست اندكس 0 هو اونيتي سونترال. اذا غادي نخدمو بليست اندكس في الشرط. اذا غادي نقول ليه سيليكت كيس، اختار لي على حسب الحالات اللي كيكون فيهم ليست اندكس. الحاله الاولى الا كان ليست اندكس هو صفر، اش غادي افيشي لينا في التكست 1 بوان pardon في الكتابه تكست 1 بوان تكست. التكست الاول اش غادي يدير لنا فيه؟ مثلا الثمن اللي غادي يدير لنا في التكست 1، التكست 1 هو ديال لو بري، فوالا ديال لو بري اونيتير. اوكي غادي نديرو مثلا 1000 درهم. ثم لا كونتيتي حنا اللي غادي نعمروها
case. الحالة الثانية إذا كان list index 1 غادي يمشي توجور text 1.text يدينا فيه قلنا إيكرون هو العنصر الثاني هو ليكرون ليكرون نديرو مثلا 600 درهم و إذا كان مثلا الاندكس هو 2 text 1.text يدينا بالنسبة للامبريمونت مثلا 500 درهم و ديرينا and select إذن هذا لو طرافاي غادي تعاود فين في الكومبو الاخر هذا الكومبو الثاني دوبل كليك عطانا كومبو دو تشانج نحيد هذه كومبو دو تشانج نقول كومبو دو كليك اون كليكيو هنا خصنا نعرفوا دو بليزون دو تكست الا كان هذا 1 2 3 غادي يكون هذا 4 5 6 اذا غادي نجيو الكومبو الثاني هذا التشانج غادي نحيوها ما نحتاجهاش اذا الكومبو الثاني خصنا نقول حنا راه كنهضروا على الكومبو الثاني والتكست 4 تكست 4 وفين خدامين دابا هو اللي فيه الثمن الثاني ثم نمشيو نديرو نفس العمليه للكومبو الثالث نحيدو التشانج نردوها كليك ونسيليكسيونيو هادشي تا هو هادو ونرجعو 4 5 6 غادي يكون 7 8 9 اذا غادي يكون هذا 7 التكست انا جو بونس غادي يكون 7 فوالا 7 اذا الكومبو بعدا اللي كنهضرو عليه هو لو كومبو 3 على الليست الثالثة تكست هنا 7 اذا سالينا لي كومبو ثم عندنا هنايا فاش نكون كنكتب لا كونتيتي فاش نكون كنطابي لا كونتيتي خص هاد لو بري توتال يكون كيتغير اذا مع لو شونجمون في هاد لا زون دو تكست تكست دو تشانج اش يوقع يشد لينا تكست 3 اللي هو البري توتال تكست 3.text وسوا تكست 1.text مضروب تكست 2.text اذا هذا اش قلنا له تكست 3 واش شكون هو لو بري توتال تكست 3 هو هذا هو تكست 3 غوسوا هذا لو تكست اللي هو 1 مضروب في هذا التكست اللي هو 2 اذا تكست 3 غوسوا تكست 1 مضروب في تكست 2 امتى فاش نكون كندير شونجمون في هذه لا زون هذه لا زون هي 2 داكشي باش قلنا الا كنا كنديرو تشانج في تكست 2 3 غوسوا 1 فوا 2 نفس العمليه بالنسبه للاخرين حتى هذا نفس العمليه غير هذا ما يكونش سميتو تكست 3 غادي يكون سميتو تكست قلنا 3 4 5 غادي يكون 6 وهذا غادي يكون تكست 4 هذا تكست 5 نفس العمليه في التكست الاخير هذا التكست غادي يكون 9 باش نذكركم هذا غادي يكون 9 إذا 9 8 7 تكست 9 تكست 7 تكست 8 نديرو انجستري الموديول سجلو حتى هو ولا مازال ما تسجلش اذا دابا العملية راه تمات هاد تيرميني الطور ديالها هو هاد لافورم اللي حنا فيها اللي هي فورم 2.height باش تختفي ثم عندنا مسألة أخرى في وسط هاد العملية فاش يكالكولي فاش يدير لو كالكول خصو يسجل لينا داكشي في ان تابلو خصو هادوك المعلومات يتسجلو لينا دوز ان تابلو نورمالمون خصو المعلومات بثلاثة يتسجلو لينا دوز ان تابلو خصنا نرجعو للموديول ونقولو ليه بوبليك بخي يونيتيغ يكونو فيه ثلاثة باز نديرو انتيجر ونعاودو نفس العملية غادي نديرو لا كونتيتي حتى هي تكون فيها ثلاثة والبخي توتال بخي توتال حتى هو يكونو فيه ثلاثة إذن بخي يونيتيغ كونتيتي والبخي توتال هادو ديكلاريناهم باش نطبع هاد الحال فاش نكليكي هنايا غادي نقول ليه البخي يونيتيغ الاولاني اللي هو صفر باردون غادي نديرو غير جوج هنا عندنا ثلاثة اذا غنديرو غير جوج شحال عندنا من بخي يونيتيغ واحد جوج ثلاثة اذا هما غير ثلاثة اذا غادي نخرجو صفر وواحد وجوج اذا غادي نديرو غير جوج ثلاثة يبقى واحد غير زايد انت نقول انا درت جوج هنا راه بادي من صفر صفر وواحد وجوج هذا سيت ان تابلو ديكلاريت ان تابلو كي كونتيان بليزيور كاز شحال فيه ديال لي كاز
فيه ثلاثة لأنه كيبدا من صفر بري يونيتير 0 بري يونيتير 1 و بري يونيتير 2 لا ميم شوز بالنسبة للآخرين إذا نرجعو لهاد ديتاي ونمشيو لهنا فين كنا وغادي نقول ليه لو بري يونيتير 0 هو الأولاني هو سوا داكشي اللي كاين فين في التكست ديال البري يونيتير اللي هو تكست 1 هو تكست 1 ثم لا كونتيتي ديال 0 حتى هي غصوا اش غادي تستقبل هذيك هذا الا بغينا نسجلوهم بطبيعه الحال لا كونتيتي هي تكست 3 تكست 2 ان تكست ثم لو بري توتال غصوا لو بري توتال ديال 0 غصوا تكست 3 تكست سيكون دونك هادو بالنسبه لي زون دو تكست نفس العملية هنايا عاودو نكرروها هنا إذا البخي يونيتير ماشي زيرو البخي يونيتير أن خصنا ندوزو لاكاز لخرى هنا لي زون دو تكست كيختلفو هذا لا زون دو تكست 4 هذه 5 وهذه 6 نفس العملية غنسيليكسيونيو هادو غنقوليهم هنا هنا ماشي أن 2 هنا ماشي 4 دونك غادي تكون 7 8 و 9 اذا سجلنا هذوك من طبيعه الحال هذوك البيانات كلشي هاد المعلومات اللي في هاد لي كاز الخاويين راهم تسجلوا هدف لي بري يونيتير وهدف لي كونتيتي وهدف لي بري توتال ثم هاد لو بوتون ما نحتاجوش هاد لو بوتون هذا ما نحتاجوش هنايا سي بيان إذا سالينا هذا ندوزو للفورم الأخيرة اللي هي بطبيعة الحال غادي يكون فيها لا فاكتور هاد كي اللي غادي تبان فيها لا فاكتور غادي ناخدو المعلومات الأولانيين هما هادو نديوهم لهاديك لا فورم 3 هي هادي سيبهم دونك غادي نخليو هادو نكتبو فيه كالكولي هذا تيرمين راه باين غادي نديرو فيه فورم 3.write هذا راه ساهل بدينا به ولكن خصنا نكملو الرسم ديال الانترفاس هذا ماشي كليون وهذه خصنا نكتبو فيها فاكتور فاكتور نكتبوها ماجيسكول كاملة فاكتور إذا البيانات ديال الكليون غادي يبانو غادي يبانو نديرو كالكولي نقدر نخليو هاد لو بوطون هدا نجيبوه هنايا ديال كالكولي ونضيفو عليه واحد اخر نديرو فيه افيشي افيشي لنا بعدا غير المعلومات دونك هنا غادي نديرو فيه افيشي كاينين غير لي زانفورماسيون غادي نحتاجو هاد لي زانفورماسيون لي كاينين هنا حتى هما هاد لي برودوي حتى هما نقدرو نسجلوهم الا بغينا باش نزيدو نوضحو هاد الفكرة نقدرو نجيو هنا نديرو فيرغول ونديرو برود ونديرو فيه جوج حتى هو هنايا في هاد لو طرافاي لي هنايا فاش نكونو كنكليكيو ولا في هذا فاش نكليكيو عليه في الاخر نقول ليه هذاك كود ديال 0 غوسوا كومبو 1.txt داكشي اللي كتبنا في الكومبو 1.txt يتسجل لينا في هذا الكود ها هو نجيبو في الاخر ديال هذاك ثاني حتى هو ولكن هذا خصو يكون هنايا جوج واحد وهنا كومبو 2 ثم نفس العملية هنا دو وهنا تخوا سي بيان نرجعو دابا لهنايا غادي نحتاجو هاد زون دو تكست بهاد الشكل غادي ناخدو هادو كاملين حتى لهنا ونمشيو لهاد لافون 3
ونقوليو هادوك الاخرين. هادشي اللي بغينا غادي نعاودوهم، غادي نعاودو هادوك لي زون خلاص منهم، ولكن معطاناش داكشي اللي بغينا. نمشيو نشوفو هاد لي زون. لا تا هادي ماشي هي هاديك، بغينا شي زون لي متكونش كتكرر. غادي نعاودو نفيريفيو هنا. دونك هدا تكست ان عادي، نجيو من هنايا هداك تكست ان ديجا كاين، تكست 9 نشوفو هادو واش مسمينهم. داكوغ دونك راه ماشي مشكل، نقدرو نرسمو زون دو تكست من عندنا حنا جديدة، مبغيناش ندوزو غير من دوك المراحل، ولكن ما فيها بس نعاودوهم. نمشيو للفون نورمال غرا 14، اوكي نديرو ترونسبارونس سي بون. إذا هادي لا زون دو تكست الأولانية، نجيبوها هنا بواحد الخط فاصل، نسميها الخط فاصل ونخليها هنايا. من بعد غادي نهبطو هاد لا زون ونمشيو نجيب واحد ليتيكيت بحال مثلا هادي، نجيبو هاديك ليتيكيت هنايا. نكتبو فيها لي برودوي، لي برودوي اذا هاد لازم دو تكست سميتها تكست 2. تكست 2 بيان سور غادي نحاول نكوبي عليها ونكولي. ندير نو في الاول ونجيبها، غادي سميتها تكست 3، غادي يكون فيها لو بري يونيتير ليتيكيت ديالها شي هنايا، نديرو فيها لو بري يونيتير هنا، نجيبوها في الوسط سيم، نجيبو بحال هنا غادي يكون فيها لا كونتيتي هنا، نجيبو البري توتال هنا، البري توتال غادي يكون بعيد شوي مزيان. دونك هادي قلنا تكون فيها لا كونتيتي وهنا لو بري توتال. سي بيان، غادي نحتاجو هنا، غادي نمشيو نكوبيو بعدا هذا هو الاول ونديرو وي ونجيبو هنا. دونك حنا درنا وي مدرناش نو باش يكونو متابعين. إذن هذا تكست 2-0 وهذا 2-1، نعاودو نقوليو تكست 2-2. سي بيان، إذن هذا حتى هو ديرو ليه وي، جيبو هنايا ونجيبو واحد آخر حتى هو في نفس المكان. هذا كذلك وي، انا كندير وي باش هادو يكونوا متابعين. غادي نحتاجهم في لي بوكل، حتى هادو راه متابعين. لاحظوا بان هادو تكست 1-0، تكست 4-0، تكست 4-1، تكست 4-2. هنا ما نحتاجوش، سوبرمو هنا غادي نديرو كوبي كولي وي نجيبو هنا ونعاودو واحد اخر
enregistrer chaque fois quand il y en a enregistré le contrôle S on va cliquer là dans l'interface ديالي غادي تكون بهذا الشكل تقدروا نخلقوا واحد الحاجز اخر هنايا اللي بغينا اللي هو هنايا شي حاجه هنا غادي نرتبوا في المكان ديالو ونحتاجو دي زون دو تكست فولين بروت تاكس لي تيكات غادي نحتاجوها ونجيبوها هنا وهاد لا زون دو تكست غادي نتحكمو فيها حتى هي نمشيو ليها الفون ديالها غادي نتايم لي رومان هكذا دوز حتى لكاطورزيا ماشي مشكل والكتابة تكون دائما في الأقصى اليمين حيت هادو أرقام في الأقصى اليمين نصغروها ونحيدو التروات دي ونجيبوها هنا هذا لو مونتون بروت نسميوه بروت ونحيدو ديك لازم دو تكست من هاد الأرقام هادو غادي نديرلهم نون فاش نعوز نكوبيو عليهم بروت وهذا غادي نديرو هنايا روبيز ديال 5% سي بيان حتى لهنا مزيان زون دو تكست خرا فيها النت نزلو فيه النت نت كوميرسيال نت كوميرسيال ثم تيفيا 20% ونديرو النت ولا تي تي سي واخر رقم كيفاش نديرو تي تي سي سي بيان دونك هذا بالنسبة ل هما رسمو هاد الخطوط هادو بطبيعة الحال كيعاونونا باش نكادريو لا فاكتور سي فو فولي هذا اختيار ماشي مفروض نقدرو نكوبيو بحالو ونجيبوه من الأعلى كيكون مكوبي نسخة من هذا الخط الآخر شوفوا هنا نجيبو نموذج من هذا الخط الآخر اللي يكون عندي لان هادو خصو ترسم لهم باش اونكادريو لا فاكتور الدور ديال هاد افيشي هو يجيب المعلومات اللي كاينين ويحطهم لينا هنايا هاد المعلومات بغيت تكالكولاو هادو اللي هنايا اذا هاد البوطون ديال كالكولي هو اللي بغا يخدم هادوك لي بوطون باش نعاود نفكركم هادوك
البوتونسيال كالكولي هو اللي بغا يخدم هاد الجهة هادي. البوتون كالكولي هو اللي غادي يصاوب لينا هذا. اوكي، وبالنسبة للافيشي هو اللي غادي يبين لينا هاد المعلومات هادي. افيشي غادي يبين لينا هاد المعلومات، نحاول نرسم هاد الخطوة باش نعاونكم بهم باش تفهموا الفكرة أكثر. غادي يجيب لنا هاد المعلومات، وغادي يجيب لنا حتى هاد، حتى هاد هما غادي يجيبو. إذا الأفيشين ويعطينا هاد المعلومات، ويعطينا هاد المعلومات كالكولي، ويعطينا هاد، هذا راه صاوبنا هاد نوتيكيتي. نبداو بأفيشين، هادو خصو يجيب لنا المعلومات من أش من فاريابل، من فاريابل كليون هي اللي فيها المعلومات، وفيها ربعة ديال لي دوني، ها هما ربعة وحاجة جوج تلاتة ربعة، هادشي اللي كنا دايرين هنا، بوكل فيها ربعة، إذا كليون. غادي نمشيو نرجعو نشدو نفس هاد الكتابة هادي، هاد الكتابة هادي اللي هنا بغينا نقلبوها هنايا، باش نكليكيو في أفيشين. لورديناتور بيقلب هذيك الكتابة، ولكن خصنا نتأكدو من هاد لي زون شنو سميتو. هذا تكست أن حتى توجور تكست أن، هذا تكست أن تخوا، وهذا تكست أن زيرو. نشوفو، بعد خصنا أون بوكل ديم لي أز إنتيغر، ونجيو لهنايا نديرو فور إي كتساوي صفر تو تخوا، ونديرو هنا نيكست اي. هنا لا بوكل الاولى نقدرو نحتاجو شي فاريابل اخرى جي مثلا نحتاجوها من بعد. اذا تكست ان دو اي ما هادو، غادي نمشيو نشوفو نجربو. هاد لا فورم كتطلع صغيرة، فيها مشكل، ديك لا فورم ان كتطلع لينا صغيرة، بغينا تطلع بنفس هاد الحجم هذا، هذا هو الحجم الطبيعي اللي بغيتها تطلع فيه. غادي نمشي نشوف، ندخل في الديماراج ديالها، في الديماراج ديال هذيك لا فورم، غادي نديرو فورم ان بوان الارتفاع، وهذا فورم ان بوان الويدت اللي هو العرض، وهذا نمشي نشوف اشنا هو العرض اللي بغيت. اذا هذا هو العرض الحالي، غادي نضغط عند الويدت هو هذا. اذا هذا هو العرض، فين ما كنقص العرض كيتنقص هذا الرقم وكيتزاد هذا الرقم اللي هنا. لاحظوا فاش كنصغر ولا كنكبر كيتنقص وكيتزاد، تفهمنا؟ دونك غادي نخلي بهذا الحجم، وغادي ناخذ هذا الرقم ونمشي للديماراج لا فورم، ونقول له الويدت هو العرض اوبليغاتوارمون خصو يغوصو هادشي في الديماراج، خصو يولي بحال هكاك. اذا لا ميم شوز بالنسبه للارتفاع، الارتفاع هو الهاي، نمشيو للاش الهاي، ها هو في 6000 بيكسل، وندخلو من هنايا ونقول له الهاي غوصو 6000. دابا نسجلو ونمشيو نديرو الديماراج، كتطلع لا فورم كي بغيناها. غادي نكتبو هنايا كمثال لو كليون، وحنا نعطيو غير اختيارات، نديرو نوفو. ها حنا انا عمرتهم بيديا باغدون، خصني نعمرهم ب صافي هما عمرو تيغميني. فاش نمشي ندير فاكتور ونقول لي افيشي خصو يجيبهم ليا، دونك نجحت في انني نجيبهم هنايا، باقي ليا المعلومات الاخرين، وهذه تاهي ما تطلعش كبيرة هذيك لافورم، حتى هاد لافورم تخوا تاهي فيها نفس المشكل. غادي نمشيو لافورم ان وندخلو للديماراج ونهزو هداك الكود اللي كنا صاوبناه وهذا، ونتيو لا فورم لي فيها لا فاكتور، ونديرو فيها دوبل كليك نحطوه، ولكن نرجعو نصحو الأرقام حيت الهاي ديال هادي ماشي هو ديال لا فورم كان. غادي نكوبيوه ونمشيو للهاي، نعطيوه الرقم الجديد، ونفس العملية بالنسبة للويدت. ها هو الويدت هو هذا، مزيان. دابا نرجعو لا فورم ديالنا، باقي لنا هادو توما خصهم يجيو. اشنو هما لي فاريابل؟ بري يونيتير كونتيتي و بري توتال. إذا غادي نصاوبو أون أوتخ بوكل، أوتخ بوكل في نفس الكود ديال الأفيشاج. غادي نجيو هنا، إذا هدرا هنا سو كود إي بوغ رومبليغ لي زانفو دو كليون. صافي، هذا غير كومونتير، وغادي نعاودو نشدو نفس الكومونتير نفس الكود، وغادي نكررو هنا، ولكن هاد سو كود et pour remplir
les détails facture. Les détails facture. Donc, on a machi. Il y a la variable flagée, mais c'est pas. حتى الجوج لأنه ما فيهم غير جوج وغادي يمشي هذاك راه تكست 2 كنهضر على هذا دابا حاليا كنهضر على هذا كنهضر على هذا سميتو تكست 2 سميتو تكست 2 تكست 2 0 تكست 2 2 تكست 2 1 et ainsi de suite ماشي هذا غادي نديرو لو بري يونيتير ماشي اي راه جي باش خدامين دابا نفس العمليه هذه المعلومات المعلومة الأخرى هي كاينة في تكست 3 ولا في تكست 4 وهذا سميتو كونتيتي وهذا سميتو بري توتال ونتأكدو واش تكست تكست 2 و 3 و 4 2 هو البري يونيتير و 3 هو الكونتيتي و 4 هو بري توتال نعاودو نرجعو نتأكدو إذا هذا تكست 2 هو البري والبرودوي بلوتو هذا هو البرودوي دونك 3 4 كينتا 5 دونك هذا 2 برودوي تكست هو البرودوي دونك نسيناه غادي نزيدو غادي نخليو هادو نزيدو ديال البرودوي تا هو التكست في الاصل 2 3 4 وهذا 5 دابا نرجعو نصحوهم اذا هذا سميناه برود على ما اتذكر وهذا لو بري يونيتير وهذا الكونتيتي وهذا هاد لو بري توتال بري توتال ما عرفناش واش سجلناه ولا لا في الاولى لو بري توتال تا هو غادي يكون مسجل غادي يكون سجلناه نتاكدو وي بري توتال تا هو مسجل اللي هو في عملية الضرب إذا مسجل تا هو وبالتالي نرجعو لهنايا ونرجعو لافيشي ونشوفو بأنه كاين في البخي توتال واحد دابا نجربو دابا واحد التجربة مبدئية إذا نوفو ونديرو هنايا الكود 33 أحمد أدريس سلام مثلا كليون الرقم هو هنا ديال التليفون تيرميني نمشيو لهادي ونختارو 2 إكران 3 إمبريمونت 1 سي بون هما هادو إذا كتبناهم هادوك هادي خصنا نصغروها حتى هي بهاديك الطريقة اللي شفنا ونديرو أفيشي ونشوفو المعلومات بينا عندنا شي خطأ ما عندنا نيكست إي هي خصها تكون نيكست جي نسيناها نيكست جي مبدلناهاش اذا هذا واش الهاي ديالو هو هذاك نتاكدو منو البالية ما طلعش الهاي كيف هنا وحدة الهاي هو هذا شو واش تبدل وحدك وهاد لافورم حتى هي ناخدو ليها نفس الكود هو هذا باش نضبطوها في الديماراج تكون بلا فورم اللي بغينا حنا هذوك لي ديمونسيون اللي بغينا حنا هما هادو ونرجعو ليها هي الهاي ديالها هو هذا هذا والعرض هو هذا سي بون نعاودو نديرو التجربة إذا نوفو لو كود أن شي مشكل بماش أن دونك نديرو أحمد نديرو الرقم كيف ما كانت نخليو تيرميني ديتاي تيرميني فاكتور افيشين عندنا شي مشكل ماشي هو هذاك اذا هادو هما يرجعو باقي كنعاودو نكتشفو اخطاء اذا تكست 2
unité centrale, il est écrit produit G. Texte. For i, donc là, i, je vais faire un i. Alors, ça te congé. Alors, je vais faire un i. Je vais faire un i. Je vais faire un i. Je vais faire un copier-coller. On va faire un i. Je vais faire un i. C'est bon, donc. Code 1. Deux fois donc obligé une house. Je prends donc code 1 meds c'est bon. On a cliqué deux fois d'accélérage détail. On a dit le produit de l'eau de le produit tani 1 produit telet. Ça va 1, ça fait terminer chez une facture. Le dernier en duro affichage. Donc, on va le mettre dans le monde. Bien, nous, HLIB Kalina, Kalina, on va dire que vous allez calculer l'ordinateur. Je mets un doute là, ça, ou j'y vais oublier. Là, vous allez me dire la remise. La remise, il a quel montant que vous m'achetez à la fin de l'année. D'abord, je sors les radis qu'on a quel montant plus supérieur à 10 000. Radis, il y en a 5% de l'ordre de l'année. C'est nous qui sommes séparés. La condition, il y en a. Donc, on va mettre le bouton calculer, donc 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc, من 6 حتى 10, باش نكونوا عارفين. Et donc, calculer, خصو ياخذ هذوك لي مونطون اللي كاينين هنايا واللي كاينين في البري توتال. Donc, نقدروا نمشيو لها الكالكولي. نقول له مثلا فور اي كتساوي 0 تو 2. نديرو نيكست هذا علاش الدور ديال لا بوكل باش نديرو المجموع باش نديرو لو كالكول ديال لا سوم دونك غادي نقولو ليه هذاك التكست تكست سكره تكست شحال هذا لو تكست 6 ندير لو تكست 6 بوان تكست نغوسوها نورمالمون لو بري توتال غادي نديرو هذا هو الاول فال حيت القضيه فيها الجمع فال ديال تكست 6 نفسه زائد فال ديال البري توتال البري توتال ديال اي عاد سدو القوس اذا هذا جمع لينا هذاك الشيء حطو في البروت من بعد ما جمع لينا داك الشيء حطو في البروت خصو يفيريفي واش هذاك البروت واش كبر من اولا صغر من 10000 درهم غادي هذا اذا هاد لابارتي الاولى ديزو لابوستروف نديرو كالكول دو بروت هوب غادي دو بوان ثم عندنا الكالكول ماشي ديال بروت وانما لا غوميس وغادي نديرو الا كان تكست 6 بوان تكست غنبقاو في الكتابة تكست 6 بوان تكست الا كان مالو اكبر من شحال 10000 درهم انا درت غير 1000 الوغ اش يدير يشد هداك تكست 7 بوان تكست لان هو اللي تابع تكست 6 نغوسوها تكست 6 بوان تكست اللي هو البروت نضرب خمسة سوم على مية هي 5% ونقول له سينو ياخذ هذاك التكست سبعة ودينا فيه زيرو ما كاين حتى شي غوميز زيرو غوميز ديال اند اف هذا الكالكول ديال الغوميز ثم الكالكول ديال النت النت هو داك البروت ناقص الغوميز نجيبو هنا ونديرو الكالكول ديال نت كوميرسيال commercial. Donc j'ai ouvert un volet texte 8 point texte reçoit texte 6 point texte moins texte 7 il a quand même qu'un fichier à commander
ينقصوا، كان فيه زغورة ماشي مشكل، زغورة ما دير حتى شي تغيير. ثم عندنا الكالكول ديال من بعد لا غوميز، باش نرجعو ندك لكم من بعد لا غوميز والنت، عندنا تيفيا، عندنا الكالكول ديال تيفيا اللي هي 20%. غادي هنا تكست 9.txt، ونسوا تكست 8.txt، هذاك لو نت مضروب في 20 مقسوم على 100 اللي هو التيفيا. ثم عندنا كالكول ديال تي تي سي اللي هو تكست 10.txt، ونسوا فوالا هنا قضية فيها عاوتاني جمع تكست 8.txt اللي هو لو نت زائد فال ديال تكست 9 اللي هو التيفيا. التيفيا ضريبة كتزاد ماشي كتنقص. إذن هذا هو لو كود. نديرو تجربة، إذن غادي نديرو نوفو، نديرو كليون 2 افيني terminé détail vas-y une photo à chaque fois de l'hem spray vas-y le juge l'écran vas-y le moment normal l'imprimante on a la barre à la forme de miard sna zéro c'est bien terminé facture droit de la page affiché et d'un acquis d'un ordi qu'on couvre maintenant à 10000 dirhams on dirait calculer 10000 donc attends là 10000 d'euros bof فهذا اذا الا شتينا هذوك الارقام وبغينا نتاكدوا منهم غادي نشدو بيان سور 10700 مضروبه 0.05 ونضرب 5 مقسومه عليا هي هذيك، اذا الرقم راه صحيح، اذا الارقام راها صحيحه فاكتور صحيحه.